ماذا قدمت قطر في المصالحة؟ كان لنا 13 شرطا وتحدثنا عنها وخرجنا كإعلاميين وصدرت بيانات من وزارة الخارجية وكلها مدعمة، وفي نفس الوقت عانينا من قطر كثيرا ولا زلنا نعاني. سيادة الوزير، أدعوك أن تفتح قناة الجزيرة يوميا. انتهاكات لمصر، ادعاءات كاذبة، محاولة لدعم جماعة الإخوان. يا فندم إيه اللي حصل؟ لكن ماذا قدمت لنا قطر؟ يوقفوا حتى هذا البوق المسموم. طب هم يا فندم حتى الآن جماعة الإخوان تبس سمومها حتى الآن. فرجاء يا سيادة الوزير أن تكون لنا وقفة، تقولوا لنا ماذا قدمت قطر وماذا استجابت من الشروط 13.